من يحتاج القيادة؟ لو وجدنا أنه كل رئيس قسم، كل مدير إدارة، كل موظف هو بحاجة لأن يكون لديه شخصية قيادية، كل أب، كل أم هي بحاجة أن يكون عندها شخصية قيادية تستطيع أن تؤثر في أطفالها، كل رائد، كل باحث عن نجاح، كل صاحب مشروع يجب أن يكون عنده شخصية قيادية. طب خلنا نسأل أنفسنا سؤال، يا ترى ما هي أهمية القيادة الإدارية؟ هل القيادة الإدارية بهذا التعريف، بهذا المفهوم الواسع، هل هي مهمة بالنسبة لنا في بيئة أعمالنا الإدارية؟ نعم بلا شك، القيادة الإدارية بهذا المفهوم تصبح جدا هامة. المتتبع لغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم يتبين له أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قائداً، قائدا للجيش وقائدا لأصحابه، قائدا في السلم وقائدا في الحرب، وكانت من مقاليد المعركة كلها تجدها في يده، هو الذي يوجه، هو الذي يؤثر على أصحابه، هو الذي يؤثر حتى على معارضيه، كما نجد أنه على الدوم كان الجميع يأتمر بأمره، وتجد أن السرايا تبعث من خلال تخطيطه لتنفيذ وظائف عسكرية محددة ومعينة، وهذا يدل على تخطيط عميق جدا للقائد. وقد عبر الفرنسي نابليون عن رأيه في أهمية القيادة بملاحظة ساخرة، قال فيها أنه يفضل أن يكون له جيش من الأرانب تحت قيادة أسد أفضل بدلا من يكون له جيش من الأسود تحت قيادة أرنب. يعني بمعنى نابليون يقول لأن يكون لدي جيش من الأرانب تحت قيادة أسد أفضل من يكون عندي أسود تحت قيادة أرنب. لماذا؟ يريد أن يوضح نابليون أنه عملية القيادة، القائد الفذ هو الذي يستطيع أن يصنع النجاح، هو الذي يستطيع أن يحول عناصره إلى عناصر قوية. فإنت إذا كان عندنا قائد ضعيف قد لا يستطيع أن يعرف طاقات الموجودين معه ولا يفعلهم ولا يسخر طاقاتهم. وذهب كثير من الباحثين والكتاب في مجال الإدارة إلى القول بأن القيادة هي جوهر العملية الإدارية وقلبها النابض وتاجها وأنها مفتاح الإدارة. ويجتمع رأي الخبراء دائما على أن موضوع القيادة الإدارية من أهم مبادئ العلوم السلوكية ذات الطبيعة الإدارية، وذلك نظرا لأن كل مدير أثناء أداء عمله وواجباته اليومية يواجه باستمرار العديد من الأمور المتعلقة بالإدارة، وبالتالي هو يريد أن كيف يستطيع أن يقوم بعملية حل المشكلات والمعضلات التي تواجهه من خلال نمط قيادي. لهذا الأمر نجد أن هيرسي وبلانشارد أصحاب نظرية القيادة النضج الأتباع والتي سنتحدث عنها بالتفصيل يروا أن هناك 4 عوامل تحتاج مننا وتوضح أهمية وجود شخصية قيادية. أولا، أن القائد هو الذي يوضح كيفية تفويض السلطة وعلاقتها بالمسؤولين. 2، القائد يحدد الأهداف الإدارية ويضع أساليب الرقابة وتقييم الأداء. 3، القائد يخلق الروح الجماعية ويوضح كيفية خلق تلك الروح الجماعية. 4، القائد يوضح كيفية التعامل مع المشكلات النزاع مع أفراد المنظمة. إذن كلما كان عندنا شخصية قيادية كل ما كان عندنا قدرة على النجاح أكثر. في كتاب كنعان نوف القيادة الإدارية الصادر في الرياض الطبعة الأولى لإصدار السادس مطابع الأرز عام 1999 صفحة 113 يتحدث فيه عن أهمية القيادة الإدارية، وأنصح بقراءة هذا الكتاب. يتحدث فيه عن أهمية القيادة الإدارية من تحليل جوانب العملية الإدارية والمتمثلة في الجانب التنظيمي والجانب الإنساني والجانب الاجتماعي والجانب الخاص بالأهداف ودور القائد في حل كل جانب. فهو يرى أن القائد له أكثر من دور يقوم به، وبالتالي هو يساعد في إنجاح منظمة، وذلك عن النحو التالي. أولا، دور القائد في الجانب التنظيمي، يعني في جانب المنظمة نفسها وإدارة المنظمة، لا يقتصر على مجرد إصدار القائد الأوامر. وهكذا يرى كنعان، لا يرى أنه والله فقط أن إحنا القائد دوره بس إصدار أوامر. لا، كنعان نواف كنعان يرى بأن القائد لديه قدرة بعد اتخاذ القرار يجب أن يتابع الأنشطة الإدارية التي تتم في داخل التنظيم في الحدود المرسومة، والدور الأساسي للقائد هو إمداد الموظفين بكل ما يحفزهم ويبحث النشاط في نفوسهم ويحافظ على روحهم المعنوية مما يغرس في نفوسهم حب العمل المشترك وروح التعاون.